وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن يقول تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الحديث يدور حول قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، وهناك إطاران عامان للبحث في هذا المقطع من الآية الشريفة، إطار عقدي أي عقائدي، سنتناول بعضه في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، وإطار آخر عملي منهجي تربوي أخلاقي سياسي اقتصادي اجتماعي سنتناوله إن تيسر في الأسبوع القادم أو الذي بعده إن شاء الله. أما الإطار العقدي فهو أن هذه الآية الشريفة هي من هذا المقطع بالذات، هذا المقطع هو مما استدل به البعض على نظرية تحريف القرآن الكريم. وقد بعث لي أحد الأخوة الأفاضل أخيرا دراسة مفصلة ذكر بأن بعض المواقع النصرانية المسيحية استدلت على تحريف الكتاب أي القرآن العزيز بالكثير من روايات الفريقين. الجديد، هذا البحث ليس بالجديد، بحث دعوة تحريف القرآن ليس بالأمر الجديد، إنما الجديد في أن الطرف الآخر المغرض يطور أساليبه في الهجوم ويطور شبهاته، فعلينا أن نلاحظ أي تطوير في الهجوم ونتصدى للدفاع، وهذه هي مسؤولية الحوزة العلمية ومسؤولية العلماء الأفاضل. التطوير في هذه الدراسة اللي هي من عشرات الصفحات، وقد استقرأ الكثير من الروايات من الكافي الشريف من جهة ومن البخاري من جهة ثانية التي تدل كما يقول على أن القرآن الكريم محرف، لكن الوجه الجديد في الاستدلال
هو أنه يقول هذا الطرف يتهم ذاك الطرف بتعبير يتهم ذاك الطرف بالقول بالتحريف وبالعكس. إنما الجامع هنا موطن الشبهة الجديدة هو الإجماع على القول بتحريف الكتاب، لأنه المسلمون ينقسمون إلى شيعة وسنة، فالشيعة يقولون بأن السنة يلتزمون ويعتقدون على حسب، فيقول المهم الجامع هو أن الطرفين مجمع على تحريف الكتاب مع قطع النظر عن الخصوصيات في النقاش والرد والجدل، أن هذا الطرف ما يقبل أدلة ذاك الطرف وذاك الطرف لا يقبل أدلة هذا الطرف، الطرفان مجمعان على التحريف. نقول هذا الاستدلال، إلى أن نقرأ الآية الشريفة، نقول هذا الاستدلال أوهن من بيت العنكبوت صغرا وكبرا. أما صغرا فلا إجماع، إذ ليس كل الشيعة مجمعا على رمي كافة أهل العامة بقولهم بتحريف الكتاب، وليس كافة أهل العامة قد أطبقوا على رمي الشيعة بتهمة تحريف الكتاب، بل من الصحيح أن يقال أن الكثير من الشيعة، الكثير من علماء الشيعة قالوا ذلك عنهم، والكثير من أولئك قالوا ذلك عنا. إذن الصغرى مخدوشة، لا إجماع على الأمر المدعى من تحريف الكتاب، هذا صغرا. وأما كبرا هنا خلط كبير قد حدث، هناك إجماع لو فرض أنه إجماع، هناك إجماع على الاتهام لا على التحريف، وأين هذا من ذاك؟ الاتهام وين؟ بس الاتهام مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع أمر آخر. هذا الطرف يتهم الطرف الآخر بأنك تقول بتحريف الكتاب، لكن هو لا يلتزم بتحريف الكتاب، يقول ليس، يعني كثير منهم ليس محرفة، إذن لا إجماع على تحريف الكتاب، إجماع على الاتهام، الاتهام متبادل، وإجماع على عدم الالتزام بالتحريف، يقول أنا لا ألتزم بالتحريف، المشكلة فيك أنك تلتزم، والعكس يعكس وذاك الطرف يعكس. إذن أين الثبوت من الإثبات؟ عالم الثبوت أمر وعالم الإثبات أمر آخر. بل أن هذا الاستدلال بتعبير آخر ينقض نفسه بنفسه، إذ أن اتهام هذا الطرف للطرف الآخر بالقول بتحريف الكتاب يعني أنه غير ملتزم به طبيعيا، وإلا لما عدها مثلبة للطرف الآخر. فإذا نفس هذا الإجماع المدعى على الاتهام يكشف عن الإجماع على رفضه وأنه لا تحريف هكذا. مع قطع النظر عن هذه الشبهة التي اعتبرناها مدخلا للبحث، نتوقف عند إحدى الآيات التي يستدل بها على تحريف الكتاب، وسنذكر بعض الأجوبة، وبعضها موجود هذه الأجوبة، وبعضها مما أضفناها إلى ما ذكروه. وبهذا الجواب الخامس في سياق بحثنا، أو السادس، الخامس والسادس، سيظهر وجه جديد للدفاع حتى عن الأقلية من علماء الشيعة الذين التزموا ظاهرا بتحريف الكتاب، حتى هؤلاء المسيحي لا يستطيع أن يحتج عليهم. كلامنا هنا الذي سنضيفه، نقول حتى من يقول من علماء الشيعة بأن الكتاب محرف في دائرة خاصة، حتى هذه الأقلية لا يستطيع المسيحي أن يلزمه بأن القرآن الكريم إذن ليس بحجة، لكننا نلزمه بأن الإنجيل ليس بحجة، بأن التوراة ليست بحجة، كما لا يستطيع أن يلزم هذه الأقلية أيضا. الأكثرية تقول أنه ليس بمحرف، تقول أنه ليس بمحرف فلا كلام، أما الأقلية لا يستطيع أن يلزمها إذن، حيث قلتم بهذا التحريف للكتاب في هذا الإطار الخاص إذن القرآن ليس بمعجزة.
ولا يستطيع ثالثا أن يلزمهم أي الأقلية بأنهم لا يقولون بمحفوظية الكتاب. هاي ثمرات ثلاثة أساسية هي مورد النزاع. الكتاب محرف، يريد أن يقول إذن ليس بحج، كما نقول الإنجيل محرف إذن لا يحتج به، ليس حجة إلهية علينا الآن. نقول لا، على رأي الأقلية الكتاب لو فرض القول بتحريفه في الجملة في بعض المواطن الخاصة فإنه حجة، فإنه معجزة، فإنه محفوظ. والآية الشريفة صحيحة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا ننقل رواية واحدة من هذه الروايات. محمد بن العباس في كتاب تأويل الآيات، هذا كتاب البرهان في تفسير القرآن، الرواية السادسة، ينقل عن محمد بن العباس عن محمد بن جمهور إلى آخر سنده، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه سلام الله واجعلنا للمتقين إماما. هذه رواية. الرواية الثانية حتى تكون أقوى هي رواية علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم لا كلام فيه، يقول أيضا نفس الكلام، الإمام يجيب يسأل فالإمام يجيب قال إنما أنزل الله الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما. الآية الموجودة في المصحف الشريف المتداول واجعلنا للمتقين إماما، لكن حسب رواية علي بن إبراهيم يقول الإمام يقول إنما هي واجعل لنا من المتقين إماما. نقرأ كامل الرواية. قرأ عند أبي عبد الله عليه سلام الله الآية هكذا، فقال قد سألوا الله عظيما أن يجعلهم للمتقين أئمة، فقيل له كيف هذا يا ابن رسول الله؟ قال إنما أنزل الله الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما. الرواية الثانية تقول إنما هي واجعل لنا من المتقين إماما وإيانا عنا بذلك. نقول هل هذه الرواية والعشرات من أمثالها، الروايات أغلبها سندا ضعيفة، أغلب هذه الروايات ينتهي سندها إلى أحمد بن محمد السياري وهو كذاب وضاع غال لا كلام فيه، لكن بعض الروايات صحيحة السند وقد أقر بصحتها مثل الشيخ الطوسي أيضا في التبيان في خصوص هذه الآية، قال الشيخ الطوسي في التبيان وفي قراءة أهل البيت واجعل لنا من المتقين إماما. إذن هذا أمر لا نستطيع أن ننكر وجوده في هذه الكتب، خاصة العالم الآن عالم الفضائيات والشبكة العنكبوتية وهذه الأقراص الليزرية، إما أن يذكر أما أن يتبنى هذا الرأي أو يتبنى ذلك الرأي على حسب الأدلة، لكن الكلام أنه ما هو الجواب عن هذه الشبهة هنا موطن الكلام. نقول وسنخاطب أحيانا المسيحي المستشكل وأخرى المخالف المستشكل، نقول هناك ستة محتملات بل أقوال في طريقة معالجة هذه الروايات، بينما نقبله ولا نقبله وبينما لا نقبله. الكلام أن الخارطة العلمية العلمائية تتوزع بين هذه الاحتمالات الست، وسنقول عليها بأجمعها لا يستطيع المسيحي أن يحتج علينا بأن القرآن إذن ليس بحجة، القرآن إذن ليس بمعجزة، القرآن إذن ليس محفوظا بحفظ غيبي إلهي بهيمنة ربانية، كلا بل هو محفوظ، بل هو معجزة، بل هو حجة على الأقوال الست. أما القول الأول فيرى بأن في عالم الثبوت
قد نزل القرآن الكريم على 7 أحرف، فهذه قراءات متعددة، وجودات متعددة، على حسب هذا الرأي الذي يتبناه الكثير من علماء العامة. الآن نخاطبهم ثم نرجع لخطاب المسيحي. نقول: وهذه الرواية ينقلها في البخاري ومسلم والطبري وغيرهم، يقول صلى الله عليه وآله، يعني يروون عنه أنه قال: أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إذن القرآن نزل على حسب هذا الرأي، وهناك 9 تفسيرات ل7 أحرف لا نتوقف عندها الآن. حسب هذا الرأي الثبوت متعدد، فلا يستطيع المخالف أن يستشكل على الشيعي بقراءة أهل البيت على حسب تعبير الشيخ الطوسي، بمعنى على حسب هذا الرأي الذي لا نقبله نحن لوجود روايات صحيحة في رده. لكن نقول كثير من علماء العامة التزموا به، فلا يرد حتى عليهم الإشكال، ذاك الإشكال المسيحي العام، ولا يستطيعون أن يستشكلوا العامة علينا بمثل هذه الرواية. لما نزل القرآن 2، 3، 7، 10 حسب القراءات 22 مرة على حسب قراءات أخرى، وأكثر من ذلك، بمعنى أنه على حسب هذا المبنى فإن الله سبحانه وتعالى أنزل جبرائيل على رسول الله محمد المصطفى تارة بهذا الشكل وأخرى بذاك الشكل لوجود فائدتين مختلفتين. يعني تارة: واجعل لنا من المتقين إماما قد نزلت، وتارة أخرى: واجعلنا للمتقين إماما، وأيضا اجعل لنا من المتقين إماما. نزلت 2 بهيئتين وكلاهما صحيح. لما كلاهما صحيح؟ لأنه لكل وجه. واجعل لنا من المتقين إماما، هذا خطاب عام لكل المؤمنين لكي يعرفوا كيف يخاطبوا الرب وما الذي يطلبونه منه. أما واجعلنا للمتقين إماما فهذه خاصة بهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكي نعرف قدرهم وقيمتهم. إذن ممكن، يعني متعقل، فلا يستطيع العامي أن يستشكل علينا. إذن تقولون بتحريف الكتاب؟ نقول: على حسب مبناك ثبوتا في عالم الثبوت، القراءات النازلة من الله سبحانه وتعالى متعددة، فهي موجودة منزلة من قبل الله. هذا إذن أولا حسب الرأي الأول، وسيأتي أن ذلك لا يخل بالحجية كما سنوضحه إن شاء الله. قلنا هذا الرأي لا نقبله نحن لوجود روايات صحاح، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. إذن ننتقل للرأي الثاني الذي ارتضاه الكثير من علماء الشيعة. الرأي الأول قبله الكثير من علماء السنة، فنجيبهم بهذه الطريقة. الرأي الثاني للكثير من علماء الشيعة يقولون، وتدل عليه الروايات، يقولون: القرآن نزل على حرف واحد، ومنهم السيد الوالد أيضا، والظاهر السيد الخوي أيضا يقول ذلك كما في البيان في تفسير القرآن، وآخرون كثرة جدا. القرآن نزل على حرف واحد. إذن القرآن إما نزل به واجعلنا للمتقين إماما، أو نزل به واجعل لنا من المتقين إماما. إذن على حسب هذا الرأي كيف نخاطب المسيحي؟ ويقول: إذن أنتم تقرون بتحريف الكتاب، فليس الكتاب بحجة، إذن ليس الكتاب معجزة، إذن ليس الكتاب محفوظا، إذن. نقول: الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجازوا وأمضوا القراءة الأخرى، هذه القراءة المشهورة الموجودة في المصحف الشريف، وإن خالفت هذه الروايات،
مع قطع النظر عن البحث في التعارض وترجيح هذه الفئة على تلك الفئة، ذاك بحث لاحق وقول لاحق، نبقى نحن في إطار الجواب الثاني، نقول لكن الأئمة أمضوا القراءة الأخرى، وبتعبير آخر هناك جهة نحن نتكلم الآن في هذا المقطع نيابة عن علماء الشيعة، ولا علينا في هذا الجواب بأهل السنة وإن كان يشكل جوابا لهم أيضا. نقول بأن القراءة الحقيقية واحدة، أما القراءة الثانية فهناك جهة مرجعية من قبل الله سبحانه وتعالى، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أمضوها في مرحلة الظاهر، لم ينزل القرآن إلا على حرف واحد، لكن كحكم ظاهري ما هو الحكم في هذه القراءات الموجودة؟ من هم مرتبطون بالوحي عبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من هم نفس رسول الله بنص أنفسنا وأنفسكم؟ من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها؟ أمضوا هذه القراءة الثانية، فلا مشكلة من هذه الجهة، هذه القراءة الثانية ممضات، وهذه القراءة الثانية تستطيع أن تقرأها في الصلاة أيضا، كما هو رأي مشهور علماء الفريقين، المشهور شهرة عظيمة بين علماء الشيعة وعلماء أهل الخلاف، بأن القراءات السبع يصح، مع أن الصلاة أمر تعبدي، فأية زيادة فيها عمدا مبطلة، لكن علماء الفريقين المشهور بينهم فتوى بأن القراءات السبع بل العشر، والتعبير الأدق وقال قوم الأكثر، والتعبير الأدق هو عامة القراءات التي كانت موجودة في زمن المعصومين عليهم السلام، الأئمة لم يردعوا عنها بل أمضوها بإمضاء عام. إذن هناك جهة مرجعية أعطت الحجية الظاهرية، أما الإنجيل مشكلته أنه لا جهة مرجعية، لو كان في الإنجيل، لو كانت في الإنجيل جهة مرجعية قطع النظر عن الجواب الأول، يعني عيسى نزل بالإنجيل لا كلام فيه، ثم بعد ذلك هذا الإنجيل ضاع، المشكلة الأساسية الأخرى هي أن القرآن لم يضع لكن الإنجيل ضاع، بعد المئات من السنين بعض الأناجيل والعشرات من السنين شخص ما من الأشخاص المسمى ذلك الإنجيل باسمه، هذا ادعى بأن هذا هو الإنجيل، فسلسلة الإسناد منقطعة، المشكلة الأولى. إذن من أين أن هذا هو ما نزل على عيسى المسيح أولا؟ ثانيا، لم تكن هناك جهة مرجعية معينة من قبل الله لكي تقول بأن هذا حجيته أيضا ثابتة، مثل أصل البراءة اللي هي تفيد البراءة الظاهرية وإن كان حكم الله الواقعي موجودا. إذن هذا هو الجواب الثاني على الرأي الثاني مع وجود أجوبة لاحقة. لاحظوا، يقول في عيون أخبار الرضا عبد العزيز بن المهتدي: سألت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد. قلت: كيف نقرأها؟ إذن القراءات كانت متعددة في ذاك الوقت أيضا، ليس في هذا الوقت فقط. ما هو مقصوده؟ أمر آخر، لعله مقصود كفوا، أربع قراءات في هذه الكلمة. قلت: كيف نقرأها؟ قال: كما يقرأ الناس. إذن هناك إمضاء من الجهة المرجعية لهذه القراءة المتداولة، وسيأتي أن هذا الاختلاف لا يضر بأي وجه من الوجوه، لا بمسألة عقدية ولا بحكم شرعي، إنما بعض الإضافات والمكملات، مثل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بعض القراءات تقول في علي، حسنا، هذا لا يضر بأصل المعنى،
هل في علي كانت من التنزيل أم هي من التأويل لا يضر بحجية الآية الشريفة، إنما يضر بالوضوح والخفاء لا أكثر. وقوة احتجاج هذا الطرف واكتفائه بالآية أو احتياجه إلى أن يعضد استدلاله بالروايات. قال الإمام عليه السلام كما يقرأ الناس وزاد فيه كذلك الله ربي، لعل المقصود أن هذا كان جزء الآية، هل جزء الآية تنزيلا هل جزء الآية تأويلا، على أي تقدير لا يضر بالحجية بأي وجه من الوجوه. الوقت مع الأسف ضيق، فبقيت للحديث تتمة بأن نتطرق للأجوبة أو للأقوال الأربعة الأخرى، وهي الحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.